عاشور جنا يا النوارة البنات يلعبوا ويديروا طارة 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 عاشور جنا يا النوارة عاشور جنا عشور معلينا الحكامة للا عيد ميلاد بيحكمو رجالة للا هذا عشور معلينا الحكامة للا عيد ميلاد بيحكمو رجالة للا وعشور عشوري وعشور عشوري السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أحبائي، مرحبا بكم معي من جديد في قناتي فنون الطبخ مع سناء الفتية. عواشر مبروكة إن شاء الله، الله يدخل علينا بالهنا والتيسير والسعادة وربي يهز علينا هذا الوباء. في هذا الفيديو ديال هذا النهار فيديو جديد، غادي نديرو واحد الكسيعة ديال السفة بفواكه الجافة كتجي رائعة البنات. الأغلبية ديال المغاربة كيديروها في عاشورة، صراحة كتجي لذيذة وزوينة وما تشبعوش منها. تبعوا معايا البنات الطريقه والمقادير من الاول للتالي، راه غادي تعجبكم. هاد الطريقه ساهله ديال السفه وكتوجد في واحد الوقت وجيز. غادي نبداو دابا البنات على بركه الله. عندنا هنا واحد 2 كيلو ديال السفه ديال الزرع. اول حاجه كندهنوها كنخويو لها واحد شويش ديال الزيت الروميه، كنلبسو داك الحبات ديال السفه كاملين بالزيت الروميه. ضروري هذه هي المرحله الاولى باش كتبدا، وضروري خصها تدهن بالزيت الروميه باش ما كتعجنناش ملي كتكون كتفورها البنات. صافي على هذا الشكل هكا نحاول باش نلبسها مزيان. حنا درنا كميه وفيره، درنا 2 كيلو تبارك الله كتحط بزايد. صافي غنستمر هكا حتى تلبس مزيان. من بعد ما تلبسات لنا البنات هانتوما كي كتشوفوا هذه ديال الزرع، ما كتعجن ما حتى شي حاجه كتجي زوينه. حنا دايرين درت الزبيب في الزكتو واحد الكميه، واحد نص كيلو ديال الزبيب اللي درتو على هذا الشكل هكا في الزكتو في الماء، وثلث فويره الثالثه عاد كنزيدو. ضروري باش كيرطب شويش، ولا كان فيه شي غبرة ولا شي تراب ولا شي حاجه كتزول. غادي نفزقو ونولي نشلو عاوتاني نولي نفزقو بالثانيه. راني دايره الطنجره كتسخنات بالماء، المسخن ديال التفوار. انا عمرت هنايا الكسكاس على هذا الشكل البنات. صافي دابا غادي نخليها حتى تفور للتفويره الاولى. التفويره الاولى كتاخذ شويه ديال الوقت، كتاخذ تقريبا من 30 حتى 40 دقيقه. التفويره الاولى كتاخذ طياب. انتم البنات على هذا الشكل باش كتعرفوا بان التفويره الاولى صافي طابت، كتشوك على هذا الشكل هكا. انتم البنات على هذا الشكل كتشوك. دابا البنات زولنا داك الكسكاس من فوق البوطا ودرناه في واحد البانيو، وخويت عليه داك الماء سخون اللي كان في داك الطنجره على هذا الشكل هكا. هذا هو السر ديالها باش كتجي فتيه وكتجي كتنفخ وكتجي زوينه. صافي غنولي نردها للطنجره عاوتاني نولي نخوي داك الماء عليها المره الثانيه على هذا الشكل هكا البنات. داك الماء سخون اللي كان في الطنجره هذا هو السر ديالها في التفويره الاولى، كنديروها هكا غير في التفويره الاولى. صافي هانتوما البنات كتشوفوا، حيت حنا تبارك الله كانت بزايد درنا 2 كساكس. هانتوما البنات من بعد ما تستات من داك الماء مزيان كنخويها في القصعه على هذا الشكل هكا. ضروري البنات ما ديروا لها الطريقه اللي درت بداك الماء سخون، وعاد توليو تخويو عليها الماء بارد. دابا واحد الكميه ديال الماء بارد حتى كتشرب باش كتنفخ وما كتبقاش قاصحه ملي كنفورها التفويره الثانيه والثالثه. صافي غادي نحاول باش نشرب لها داك الماء مزيان على هذا الشكل هكا. صافي كنستمر كنضيف لها حتى كنحس بها بانها شربات وتنفخات على هاد الشكل البنات. تزيدوها الماء بارد في هاد المرحله هادي ماشي الماء سخون باش كتنفخ مزيان،
وكتجي كما قلت لكم ما كتجيش قاصحه في التفوار ديالها. صافي من بعد ما نشفات لي انتما سرحتها مزيان ونشفات، كنخليها تنشف على هذه الطريقه، تسرحوها مزيان على القصعه وتخليوها تنشف، كتشرب داك الميه وكتنفخ. من بعد بنات راني درته في الكسكاس ولا فرنو بالثانيه دقيقه، ما بغيتش نطول عليكم الفيديو، كنختصر لكم. كنا نحاول باش نحلو هكا، راه سخون البنات، حاولوا باش تحلو بشي مغرفه ديال العود على هذا الشكل هكا. مرحله ما كنخوش عليه الماء سخون البنات، صافي داك الماء سخون غير في التفويره الاولى. كناخذ دابا الماء بارد اللي كنبقى نخوي على هذا الشكل حتى كيتشرب، نحسو بانه ما بقاش ناشف. تخوي عليه الماء بارد على هذا الشكل هكا، تحاول باش تشربي له داك الميه، راه سخون البنات. كتكون الصراحه هي الطريقه ديالها شويش كتحرق لنا يدينا، ولكن ماشي مشكل، البنه ديالها كتجي زوينه. صافي غنستمر هكا تنشرب لها داك الميه كامله ونسرحها ونخليها كتشرب داك الميه، عاد نولي نفورها التفويره الثالثه اللي كنزيدو لها الزبيب من التحت، وكانو كنوليو نديروها على هذا الشكل هكا. حنا فورناها التفويره الثالثه، حتى هي غير كنحسو بداك الزبيب انه طاب واحد 15 دقيقه. صافي البنات على هذا الشكل، دابا هي وجدت لنا. صافي غادي نحاول باش نحلها. دابا عندي هنا شويه السكر كلاصي وشويه القرفه والزبده، الزبده اختياريه اللي بغيتو. صافي كنحاول باش نحلها البنات على هذه الطريقه، راه كتكون سخونه، الاحسن تحلوها النوب الاولى غير بالمغرفه ديال العود، كتجي لذيذه البنات وخطيره في المذاق ديالها. ملي كديروا لها ثلاثه تفويرات وتتبعوا هذه المراحل هكا، كتجي لذيذه وزوينه الصراحه وطايبه، زبده كتجي غزاله. صافي دابا غادي نزيد لها الزبده تقريبا واحد ثلاثه المعالقات كبار حتى نلبس داك الزبده مزيان لداك الشعريه، تكون سخونه تبرد شويش عاد نخدمها بيدي. هانتوما البنات كتشوفوا بانها ما معجنه ما حتى شي حاجه، حبه مفروقه على اختها. كتزيدوا واحد شويش ديال السكر كلاصي غير شويش، ماشي البنات، انا نزلت واحد جوج معالق هكا. ومن بعد ملي كتجيو تحطوها تقدموها كتحطوا السكر كلاصي في الزليفات. هانتوما البنات هي وجدت السفه ديالي على هذا الشكل هكا، زيناها بالكركاع واللوز والزبيب والسكر كلاصي والقرفه، كتجي الصراحه لذيذه البنات، والله ما تشبعوا منها بهذه الطريقه هذه اللي خدمتها. الى عجبكم البنات لا فيديو ديالي ما تبخلوش عليا بجيم وكومونتير وبارطاجيو الفيديو ديالي مع الاهل والاحباب كي تعم الفائده. وشكرا البنات على تشجيعاتكم وعواشركم مبروكه. شرم علينا الحكامة لنا، عيد ميلاد بيحكمو رجالة لنا، ادعي شرم علينا الحكامة لنا، عيد ميلاد بيحكمو رجالة لنا. عيشوري 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 عيشوري.